فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة المرأة للقرآن وهي حائض، قراءة عن ظهر قلب أو من المصحف دون أن تمسه؟ لا محل خلاف بين العلماء، المذهب أنه ما يجوز لها أن تقرأ. بعض العلماء أفتى مثل الشيخ بن باز أنه لا دليل، يقول لا دليل واضح على منعها. هذا اختيار رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز لها أن تقرأ إذا خشيت النسيان، إذا كانت تحفظ قرآنا وخشيت أن تنساه يجوز لها أن تقرأه لتثبته لئلا يفوت عليه. نعم.